الصلاة على الغائب. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على النجاشي، وهنا اختلف العلماء، هل يصلى على كل غائب مطلقا أو لا يصلى على أي غائب مطلقا، أو يصلى على غائب مات في بلد الكفر ولم يصلى عليه، أو أنه يعني صلاة الغائب خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي يؤلف قلوب الرؤساء للإسلام، أو يصلى على غائب له شأن ديني أو دنيوي، وهذا قد يظن أنه تفرد به ابن باز رحمه الله، وهذا ليس بصحيح، لأن ابن باز رحمه الله ذكر في الفتاوى قال: وقد قال بهذا جماعة من أهل العلم، فدل هذا على أنه ليس رأيا له، بل إنه قول في المذهب، في مذهب الإمام أحمد. ولذا ذكر ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الكبرى قال الإمام أحمد: إذا مات رجل صالح صلي عليه، واحتج بقصة النجاشي، انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا يدل على أنه قول في مذهب الإمام أحمد وليس متفردا به ابن باز رحمه الله.